يا مرسول المسلمين وجمع المؤمنين رحمكم الله رؤيا النبي الأولين رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يقدر فاشرب له أنصت واسمعوا واعتبروا لكبر الله أنصت واسمعوا واعتبروا لكبر الله أنصت واسمعوا واعتبروا لكبر الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رحمة الله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وسلموا على محمد ربنا احكم لنا من ذاك الخير ويا خير الناس برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا